كنت بايته عند مي في يوم، قلت لها ما انا جعانه، قالت لي قومي اخدمي نفسك. قمت فتحت التلاجه ادور على اي حاجه اكلها، وبعدين لقيت مي حاطه نص منجاية في باب التلاجه. قلت ايه ده، هم الاسماعيلاويه بيحطوا نص منجاية في باب التلاجه زي عندنا كده النص ليمونه؟ بس نفسي هفتني على المانجا. قلت لها يا مي تنزلي تجيبي لي كل انواع المانجا. قمت منزلها الساعه 2 الفجر عشان تشتري لي مانجا. طبعا كنا بننقي بسرعه جدا عشان ما نتاخرش اكتر من 2 الفجر، عشان احنا من عيله محافظه. الا المانجا ليها اتيكيت في الاكل، ما تشمتيش فينا استاذه. ايه امينه شلبايه، انت مالك عماله تفرجي ليه؟ ما تثبتي ان ريحته حلوه قوي يا مي. انجزي المانجا يتقلع لها. مي هتذليني يا مي، عايز اكل. تعرفي انت كم نوع مانجا؟ اعرف السكري بس. لا اله الا الله، درس رقم واحد في اكل المانجا نشمها. نشمها ايه؟ نشمها. هو احنا كلاب؟ دي مانجا ايه؟ سكري. بسم الله عليك. السكري تتميز بان لونها مسكر. لونها مسكر بصي الحلويات. والله انك فاهمه. يلا يا لا. ايوه هي صح. دي مانجا والسقط. سقط يعني استوت على ابوها على الشجره. اوه بصي يا لا، ليها ريحه مميزه. دي المسكره بزياده. عم سكره بزياده. ايوه. طب انا هكدب عليك اللي طيب. ليها سنه مزازه. نخش في دي. دي اسمها ايه؟ دي الكاري. اختي الكيت. انا اسفه. بنتي بقت مدمنه. هدوقك. اصبري. اضربي. دي اللي بتاعت العصير الفتراك. هو احنا كده بنعمل اعلان؟ ان شاء الله مش اعلان. المهم يعني هي قريبه. طالما جبتي لي سيره العصير تبقى انت واعيه وفاهمه. ايوه. بيعملوا العصير بالمانجا ايه؟ الفتراك. يا لهوي. بالزبديه. ايوه. مانجا الزبده بقى. اوه شفتي وقعت عصير ازاي؟ لا لا استني. لا 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 لا. افتحي بقك. افتحي بقك. ايوه. شوق ولا تدوق؟ ندوق. يلا يا قلق. الا انت هطلتي على نفسك. دي حلوه قوي. دي جميله قوي. الزبده بتاعت العصير دي بقى الصديقه. دي حلوه قوي. رغم ان انا اعرف ان العصير بيتعمل بمانجا مدوده. مش قرف بقى. انت قصدك الشرك. الشرك ده نوع مانجا. لا مش نوع مانجا، مانجا شرك يعني مانجا بايظه وقعت من على الشجر ودودت على الشجر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ليمون. ده ليمون. ده ليمونه لونها لون الليمونه. اسمها ايه دي؟ صديقه. يا ستي بقى شمي بقى. ايه ده، دي ناشفه قوي. معلش احنا لسه في بدايه الموسم بقى، ما تتعبيناش. ستي مستعجله تاكلي مانجا. دوقي. تلاقي مززه سنه. بتقرقش. بتقرقش معلش. لا دي ما عجبتنيش. مفيش حاجه اسمها مانجا ما تعجبكيش. هنسيبها تستوي شويه وهتشوفيها دي هتعمل ايه لما تنزل الملاعب. دي بقى اسمها ايه؟ اسمها الحمرا. حمرا ايه؟ والله. بسم الله نفتح ايه؟ نعوم. النعوم. بسم الله عليكي. بسم الله عليكي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا بنتي اصبري بقى. دي خياره. خياره بقى. يا بنتي لسه ما استوتش. طب ما انت جايبه لنا ليه حاجه ما استوتش؟ مش انت اللي مستعجله عايزه تدوقي انواع المانجا. لا بلاش حاجه قوي عليكي. وريني. طب انا عايزه ادوق انا. استني ادوقك. ان عمي في واحده كنت كاميراها جوه مكمراها مني في دي مانجا؟ اما خيار عشان ما يقولوش عينة بغشك. ده ايه؟ النعوم. ودي ايه؟ هي نفس الشكل بقى. ما تعملش حوار. نعومي. اديني بقك. دوقي كده بقى المستويه اللي كنت مكمراها منك. دي مش خيار. ما انا لازم اكلك خيار عشان اكل المستويه. ما انت هتاكل كل المستويه. طب ودي بقى نستويها ازاي؟ دي بقى نكمرها. نجيب بقى ورق جرايد ونلفها فيه ونسيبها في اوضه تكون رطبه وتقلبيها كل يوم عشان تستوي من جميع الجوانب من قلب الحراره. انا بعمل فسيخ. ايه ده؟ عارفه الطريقه دي اللي جايباكي ورا. اكليني حاجه حلوه. هاكلك حاجه حلوه. انت حبيبتي وتهمني. ما عمرك ما انت كمرتي المستويه. كمرتها. ايا كان. ايوه دي لونها حلو. دي ده بقى اسمه ايه؟ ده اسمه ملك المانجا. الفونس. يا عين الفونس. الفونس. سامحت الفونس. الفونس ايه؟ سامحت. اديني بقك. ريحتها حلوه. اضربي بقى. نعمة كده بترقص في البق. الفونس. يا عيني الفونس. بترقص في البق. ايوه رهيبة. الفونس كده. وريني تاني. وريني تاني. لا انت تاخديها كلها. انت كلتي النعومي الكبيرة صح؟ دي حاجة اسمها فص نعومي. هقشر لك المانجاية وهوريكي بذرة المانجاية. ورقة. بص البذرة. يا خلاص. مفيش. ايه ده؟ يعني دي بنت؟ بنت دي. لا بنتها احلى منها. بصي بقى ورقتها. تعالي انت تشوفيني من ورا. واخيرا وليس اخيرا. لا احنا لسه ما دقناش. ده دقناه خلاص. ما هو ده الفونس. انت جايه على طمع يا الاء. انت عارفه الصينيه دي متكلفه كام؟ معلش. وده الحلو الطعم الجميل الامور. ده اسمه ايه يا بنتي؟ والله لسه ما استوتش. دي اصبري هنخمرها لك. والله هو انت جايبه كله هيتكمر ولا ناكل ايه؟ ما انا جايبه لك تاكلي منها اهو. دي اسمها ايه؟ الفص. الفص. فص العوز دي بتطلع واحده في الشجره. هتقعد تحكي لك بقى قصه حياه الفص. عايزين ناكل. افتحي بقك. الفص العويز دي. أوه. دي المانجايه الكبيره بتاعتها. دي بنتها. ده العويز وده فص العويز. انت جميله. يا جميله. كل ما انا افعله ما فيهاش بذره. بتاكل بذره؟ مي انت بتاكل بذره؟ مي بصي البذره.
دلوقتي هغمي عينك وادوقك. تعالي بس نبص الحاجه. هذاك البتنجان نعومي والصفيه صديقه. صديقه ايه؟ صفيه مين؟ جاهزه؟ جاهزه. يا خرابي يا عرابي. انت سايباني متغميه وبتاكلي؟ ايه؟ هدوقك. ده ايه؟ ده مسكر. ده سكري. سكري ده. شاطر طعم. شاطر طعم. ده سكري طعم. مش سكري ده. زبده؟ لا. افونس؟ شاطره. والله ما كانش زيت يبقى حبيب. يلا. ده طعم. ده سكري. مش سكري. كيوي؟ كيوي ايه؟ كاري؟ شاطرة. برافو. اللي بعد. افتحي بقى. طعم. ده طعم. سكري برضه. لا بس انت طالما قلتي انت مبهدلة الدنيا بديكة الزبدة. شاطرة. ده بسرعة البديهة. عشان انت بهدلتيها اصلا بجد. افتحي بقى. ده مش هتعرفي. ده العصير. فتراك. فتراك ايه؟ ما هي الكاري هي اللي قلت عليها عصير فتراك. يا ده عصير لمر. افتحي بقى. خلاص انت كده فشلتي في دي. خدي. دي سكري بقى. الصينية كلها سكري؟ طعمها مميز. يبقى اللي هي كانت اللي في الأول. تاني واحدة دولنا اسمها إيه؟ اللي كانت محطوطة هنا. يا بنتي لسه ما دوقتكيش العويس والله. أمال دي إيه؟ ها؟ أغششك؟ ألو؟ أغششك؟ نعومي. بسم الله عليكي. هتتحسيها ناعمة في البق. دوق. دي سكري. يا لهوي. إيه اللي كانت مسكرة زيادة؟ دي مسكرة زيادة. ما أنا أول ما حسيت بالسكر قلت سكري. أيوة هي إيه بقى المسكرة بزيادة؟ المسكرة عن السكري. أيوة اللي كانت هنا. ايوه اسمها ايه بقى؟ اسمها الفونس. لا لا الفونس عملناه. اسمها ديكاتينا. عويس. عويس. ايوه العويس. ايوه. افتحي بقى بقك كده كل. دي فص. دي فص. عيب على سكري. ايه لعبة البندلة دي؟ لا. برضه العين بتاكل قبل الاكل بالاحساس مختلف. احساسك كان ايه وانت ورا البندانه؟ مستمتعه برضه. لا اله الا الله. طب ايه اكتر نوع مانجا عجبك؟ الزبده حلوه واللي سكري. يا رب. انا بقول نقفل الفيديو ده عشان ندمر الصينيه. ايه رايك؟ موافقه. انا ريحتك غسل كده.